une thématique extrêmement importante. Votre expérience à la faveur, ou plutôt en réaction à la Covid, un dispositif réglementaire, très rapidement, en une année et demie, près de... On a levé de croissance pour le pays. Absolument. On a pris, comme cela, prédisant ce qui a été déjà mis en place. On est passé de... عبر استحداث وزارة الصناعة الصيدلانية تم تضاعف الصناعة الصيدلانية في الجزائر. كنا في 52% 52% جزنا ل 70% من الاكتفاء الذاتي، وعندنا الان حول 196 وحدة انتاج صيدلانية في الجزائر، ونتطلع يعني الى رؤية هذا النسيج الصيدلاني بنمو ويتوسع في اطار الاندماج القاري والافريقي، انشاء أقطاب صناعية إقليمية متخصصة حسب مجموعة من المنتوجات أونكولوجيا، الديابيت. يمكننا أيضا تطوير المشترك للأدوية بين مختلف المنتجين بشكل خاص، الأدوية الموجهة لعلاج الأمراض التي تصيب قارات. بالنسبة للجزائر يعني فإن إعطاء الأولوية للإنتاج الإفريقي لتغطية الاحتياجات القارية أمر ضروري، من خلال رفع الحواجز تسهيل تصدير المواد الصيدلانية، ومن خلال تحفيز المنظمات الدولية التي تمنح تبرعات لإفريقيا على شرائها من داخل القارة. الفرص بالنسبة للبلدان كالجزائر لتصدير الأدوية في نطاق FCFTA هو يعني السوق الافريقي الحر، وهذه فرصة كبيرة بالنسبة لبلدان كالجزائر، ويعني فيه تصدير أدوية ولكن فيه أيضا كثير من الفرص.